إلى سوريا الآن، حيث قتل 11 شخصا وأصيب آخرون بجروح في قصف ببراميل متفجرة على مدينة الباب بريف حلب شمال سوريا. وأفادت مصادر للتلفزيون العربي أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات إنقاذ المدنيين، وأن القصف أحدث دمارا كبيرا في المنطقة وفي قرية عران بريف حلب أيضا. ألقت طائرات النظام براميل متفجرة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح.